أهلا بكم أحبتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج قصة معاناة. في تلك المدينة هناك آلاف القصص التي تحكي معاناة وآلام أهالي الموصل، قصص سيذكرها التاريخ في مرحلة مرت بها المدينة وأهلها بعيدا عن الاهتمام والمساعدة الحكومية. من هذه القصص قصة أم أنس. عن تفاصيل هذه القصة كونوا معنا. مرحبا. هلا ومرحبا. هلا اخويا. ام ايش؟ ام انس اخويا. ام انس. ام انس؟ اي تمام. شوي علي صوتك. ايه؟ ام انس كم طفل عندك؟ بنتين وولدين. بنتين وولدين. ايه؟ الكبير ايش قد عمره؟ 9 سنين. 9 سنين. هي البنت 10. اي والولد 9 سنين. تمام. ام انس نحن باي منطقة؟ براس الجادة اخويا. براس الجادة. اكو نقطة دالة؟ ورا القصاصيب. ورا القصاصيب؟ ايه. ام انس تحكي لي، انتم من زمان هنا ساكنين؟ ايه. ايش قد صار لكم؟ انا هاي 10 سنين هنا، مع عيالي 10 سنين. 10 سنين؟ ايه. هذا بيتكم ايجار لو ملك؟ لا ايجار. ايش قد ايجار؟ 75. 75. بالبداية أسألش منين دبروها ال 75 مليون؟ والله من الخيرين، أحكي لك الصراحة، والله من الخيرين. بس نابا بعت الكربون مال غاز انطيته. الكربون مال غاز بعته وانطيته إيجار. زين الدنيا باردة شلون تبيعيه؟ ما من ورا الإيجار، أبو الإيجار راد إيجار وما عندي. يعني أكو شي ناس إنه تبيع الكربون مال غاز مالها؟ يعني كان ما تدفين اي والله اطفالك او يعني تشترين نفط ابيض؟ اي والله. بعتيه حتى توفرين؟ ابو الايجار. زين المولد شلون؟ والله هاي شهرين ما انطينا، طافي علينا، بس عندنا التجاري بلاش. صار شهرين؟ اي ما انطيت السكني. اي قطعوا عليكم؟ اي قطعوا. التجاري؟ التجاري بلاش. ليش ببلاش؟ والله من قرايب زلمتي يعني شارين لنا بلاش. لله؟ ايه. ما بفلوس؟ خلف الله عليك وعليهم. ام انس؟ ايه. وقت داعش وين شنتوا؟ والله بالزنجلي. ايش وداكم على الزنجلي؟ والله نحن طلعونا من هنا وطلعنا. زين قبل ما يطلعوكم شلون كانت حياتكم؟ داعش؟ ايه. والله ما هذيك. ليش؟ حالتنا يعني فرد مرة تعبانة. ايش تاكلون؟ ايش تشربون؟ عندنا كان عدس وتمن وزيت انقضينا به الحمد لله. الحمد لله. اي والله. وبعدين هم طلعوكم لو انتم طلعتوا؟ لا لا هم طلعونا. ايش جو يعني ايش قالوا لكم؟ هم طلعونا من راس الجدة رحنا على الزنجيل تقدمنا. يعني جو بلغوكم؟ ايه لو ايه. هددوكم؟ اي ايه لا لا هم طلعونا. قالوا نطلعوا من البيوت. ايه. ليش تطلعون يعني؟ والله ما اعرف هم قالوا نطلع وطلعنا. ورحتوا مع الزنجيلي؟ ايه. وين رحتوا؟ بالزنجيلي. عند من؟ عند اهلي يوم جامع السيارات. بيت اهلك؟ ايه. البيت كان يكفي يعني؟ لا والله عائلتين ثلاثة. زين هناك شلون كنتوا عايشين؟ والله عايشين مثل ما اعرف شلون كنا عايشين. الحمد لله. الحمد لله. طيب ايش اللي صار معاكم بالزنجيلي؟ هسه عاد انت تحكي لي بالتفصيل. حرب وضرب. حرب وضرب وبنتي انصابت. هو هذا شفته. احكي لي بالتفصيل شلون حرب وضرب وبنتي شو انصابت؟ احكي لي بالتفصيل. طلعت على بيت خالها وقع صاروخ بالفرع. طلعت عليها ما لقيت اخو الميتة. والله وقت قالوا لي بنتش قلت لهم لا هيك يعني فقدت ميتة ميتة.
ربك حيالي. هي جاب البيت أو بالشارع؟ لا لا بالفرع. وهي كانت برا؟ ايه. الإصابة مالها وين؟ براسها، هسا راسها مليان شظايات وإيدها انشلت. شوف يا رب. هسا هاي يومية أني أنظف راسها بالليل، دم وجراح يطلع منه. وتبكي تقول راسي يوجعني منه. وما عندي أنا إمكانية والله اللي يصير لها عملية. هو لو طلع راتبها معاملتها لها هسه بالاستخبارات. كم من راتبها بدي أصرف عليها؟ قبل شهر قدمت المعاملة؟ والله هي سنة ثلاث أشهر. الاستخبارات. ومالها لسه ما بين شيء. يعني صار سنة وثلاث أشهر. وهاي طفلة؟ إيه والله طفلة. يعني لو شاب أو رجال إيه تقول يعني احتمال إنه مشتبه بي أو عليه. والله على سنة وثلاث أشهر. بس هاي طفلة يعني. والله كان منها عليها صرفته. عيديها سنة وست أشهر؟ سنة وثلاث أشهر. وثلاث أشهر. إيه والله لسه ما طلعت من الاستخبارات. بس على الموافقة؟ إيه والله. التقصير من عندكم لو من الدولة؟ لا لا مني أنا كملت المعاملة مالها من الاستخبارات لسه ما جت اسمها. ليش؟ والله ما أعرف يا ابا. ما راجعتم؟ والله راجعت كم مرة، راجعت قبل شهرين شهر راجعنا ما جاء اسمها. رحت على المنصب دقيتها حاسبة ما طلع اسمها. دقيتي حاسبة ما طلع اسمها؟ اي والله ما طلع اسمها. المعاملة باسم من مانس بلكت يسمعون يعني المعنيين المسؤولين. باسم زهراء ابراهيم. باسم زهراء ابراهيم اعطيني الاسم الثلاثي. اي زهراء ابراهيم حميد المصابة. ايديها زهراء ابراهيم حميد المصابة. عمرها شقد؟ تسع سنين عمرها. تسع سنين؟ اي والله. معاملتها ما طلعت؟ اي والله لسه ما طلعت. يعني لو كمشت هذه المعاملة. طيب أم أنس يعني إحنا صارنا إيش قد من تحررنا؟ هاي ثلاث سنين وقصور تقريبا يابا. ما عرضتيها على لجان على منظمات؟ والله منظمة سوت لها دائرة الصحة ما نجحت عمليتهم ما نجحت. رحت على ما وديتيهم ما نجحت بابا. جو منظمة عالجوا هي ما نجحت عمليتهم. ايش عالجوهم؟ بس طلعوا شظية بالعصب كان هسه ثلاث عصب مقطع بيدها. يعني هسه اكو شظايا بعد؟ لا ماكو شظايا بس تقطع العصب مالها. مقطع العصب مالها؟ زين اكو امل يرجع يعني العصب انا ما اعرف. رحت على دكتور ياسر طاقه قال لي خارج العراق عمليتها شبكه راسها وايدها. ما عندي امكانيه. زين بالعراق ما عندنا يعني؟ لا قال ماكو والله دكتور ياسر طاقه. ما عندنا امكانيات انه نعالج اطفالنا والله مصابينا. رحت عليها كم مره قال لي ماكو عمليه هنا. زين ايدها عرفناها وان شاء الله ترجع ايدها يا رب. ان شاء الله. راسها شبي؟ راسها مليان شظايات هسه. وما زال اكو شظايا؟ شظايات ثابته الشظايات مالها هي يعني شعازه مالها والتقارير ثابته؟ ايه ثابته. هم عند دكتور ياسر طه؟ ايه هو عالجها من البداية يعرف ايش بيها وايش ما بيها. بس راسها من هنا مبعوج هاي يومية انا انظف لها هو من هنا يطلع عظم ناعم وسطه. بالمدرسة؟ ايه بيه مصر؟ صف ثالث. صف ثالث. شاطرة؟ يعني ندرسها والله. ايش سوي؟ بيتكم يعني اشوف كل شيء ماكو. والله هاي يعني بيتكم لا اكو قنصور؟ ما عندي لا ثلاجة؟ الثلاجة من الخيرين الطول. لا غسالة؟ ما عندي غسالة. لا عنديش طباخ بخير؟ لا والله. وحتى هاي عندش القريولة؟ اي هاي غراضي. خليتي بلوكه جواها؟ بالله كشفينا البلوك خلينا نشوفها. حتى هم يشوفون المسؤولين. هاي. وأولادهم وعوائلهم يقعدون على هيجي. اي والله. قريولة؟ هذا البيت كله عائلة موكوبة طلعت من من
انبطش تنظيم داعش ونحن فرحنا كلتنا انه تحررنا، ما تمام؟ بلا والله. بس ما تغير شيء عندكم؟ لا 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 ابد، نحن نفس الحالة، نفس المعاناة، نفس الآلام ظلت عندكم. هاي قعدتها على بلوكة، على بلوكة. والمنامات وين بكون خليتيها؟ على ايش؟ على البرميل والطحن. على برميل؟ حتى لا تصير رطوبة أو كذا؟ والله ما أعرف شو أحكي. ما أعرف إيش أقول يعني. هي صورة تحكي. الشباك بهذا البرد كنت دقيتي نايلون؟ إيه. يعني ما عندش إمكانية لا والله تشترين جام؟ لا والله كنت دقيتي نايلون. كيري ايش تحتاجي؟ والله بس علاج بنتي من الخيرين. الله يحفظك ويحفظهم ان شاء الله. بس عالجوا لي ايدها وراسها كل شيء ما اريد. يعني عفتي الاكل، عفتي كله، عفتي يعني لو اي واحد اسا اقول له ايش تحتاج؟ يمكن يقول لي اريد لها طباخ، اريد لي ثلاجه، اريد لي غساله، اريد لي كاونتر، اريد لي خلينا نقول قريولة او تخت او غرفة نوم الى اخره. هاي يوم يبيل الليل انقهر عليها، اشوف راسها واشوف ايدها. بيضة ما اعطيك تمسك والله بيدها، هالبيضة هاي ما اعطيك تمسكها بيدها. يعني انت حلمك واملك وطلبك فقط انه تتعالج؟ اي والله. مع العلم كل شيء ما عندش، قاعدة على صوتك. الحمد لله. بس تتعافى هي كل شيء ما اريد. اريد اسالك أم أنس، يعني معقولة ما أكو مسؤول جاهينا؟ والله الخيرين يجوني بس ما عملية يسولها. قصدي الحكومة أو لا ماكو أحد جاهينا؟ لا لا أفتر شاف هاي أوضاع المدينة القديمة إيش بيها آلام، إيش بيها مصائب، إيش بيها؟ لا والله حكومة ما أجتنا، ما حد سأل ولا حد قال. زين هاي الحلوه باي مصف؟ بالثاني. هاي هم بالثاني؟ ايه كان صعب الخامس. ايش بيها؟ عندها بطء بالدماغ. والله ما عندنا اطفال عندهم بطء بالدماغ، بس من المشاكل اللي ايه. عانوها ايه هي كانت تخاف، ومن المشاكل ومن الخوف ومن الرعب ايه ومن من الالم ومن القهر يصير دماغهم بطيء، ما يقوم يستوعب. بلى والله. والله نحن الكبار ما نستوعبهم. صحيح انس، فكيف اطفال؟ اي والله ماكو شيء اسمه بطء بالدماغ. والله وديتها هسه على المستشفى هم انطوها مخيرين، جابوا لها ابر، هم يوم اي يوم لا انطيها وحده بالحليب تشربها. ما اشتريت الابر، الخيرين جابوا لها هم. وتدرس؟ وتدرس. اذا ما ماكو شيء اسمه بطء بالدماغ. اي والله. انا ايش تحتاجين بعد يعني؟ هسه العلاج خلينا وحده وحده على كيفك. العلاج لهاي الطفلايه نتمنى من الحكومه او دائره الصحه او تهتم بيها رعايه تكون خاصه لهاي الطفله، او حتى من المنظمات، عندنا منظمات حقيقه انسانيه تشتغل وتعمل. ان شاء الله تراعيها وتشوف احتياجاتها. الله يحفظك. هاي وحده. مساله الكتاب بالاستخبارات ان شاء الله يعني اخواننا بالاستخبارات في محافظه نينوى في مدينه الموصل عندنا طفله اسمها زهراء، زهراء ابراهيم حمد، بكت تستعجلون بكتابها حلوه، او تسوين كتاب ثاني ان شاء الله بكت تودي انت باليد بعد ما نتواصل مع مدير الاستخبارات. طيب ايش تحتاجين بعد البيت؟ سلامتك اخوي، الله يحفظك. والله بس هاي الطفله وكل شيء ما اريد. انت لا قنصور يعني، ملا بطانيات عندك يعني يمكن ثلاث بطانيات. والله هو هذا بس ثلاث بطانيات عندك؟ اي اي بس هذا تكفيكم انت كم واحد؟ نحن ستة. ستة؟ ايه ما تكفي. قريولة واحدة مكسرة. بساط ها من الخيرين جاني.
هم الخيرين. هي هي على الله وعلى الخيرين. جامات بالبيت تحتاج ما تمام. الغرفة أشوفها باردة. إيه. ليش؟ والله ما قفلت الغاز. ليه ما عندش غاز؟ لا والله ما عندي. والله البحر والبحر الخيرين هم جابوا لنا الجريكان غاز. أشتري بالبطل، أشتري بالدبية. بعنا الكربون، قلت لكم طينا الإيجار. حصة تاخذي؟ لا ما عندي كربون، بعته. كربون مال مالي. لا عفوا مال مواد غذائيه. لا 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 مال مواد، لا بس مال غاز بعته. مال غاز بعتي؟ ايه. مال مواد غذائيه ايش تاخذين؟ ماكو، بس طحين. بس طحين؟ الطحين زي حلال ايش حاله؟ يعني حلال شنو؟ ما ينخبز والله. يعني يقع مثلا؟ اي والله. وبعد؟ وهذا لا زيت ولا شكر، كل هذا نشتري شريه. بالكيل الشكر وبالبطل الزيت. زين هنا بالبيت شلون دبريه؟ والله دبرها الشمن، شأن دبرها تدبر. اليوم ايش طبختي؟ والله اليوم عندنا تمن وحمص مال باحة. تمن وحمص مال باحة. واليوم اتغدى. زين احتياجات هذول الاطفال يعني بالمدرسة الله يحفظهم، ومن الضروري انه يروحون على المدرسة. زهراء واختها. ايه هلا. وعندش ولد الاخ، وعندش بعد ولد الاخ اكبر منهم. ايه. طفل هم. بلى. ذو احتياجاتهم مال المدرسة، كتب، هاي الأمور قرطاسية، والله من ملابس، من الخيرين هم يجيبونهم كلها على الخيرين. ايه دولة. ايه. ماكو؟ لا لا ماكو. زين عندش راتب مال رعاية؟ لا والله ما عندي مال شيء، مال أبطالة بطالة، مال لا والله فلا عندي لا ما رعاية ولا ما في شيء. سجلنا على ما رعاية ولسه ما طلع سنة. ايه ما تسجلتي؟ هاي من زمان والله، ولسه كل شيء ما بين. ويعرفون حالتك انت، عندك مصابه وعندك. اي والله. وهذا بيتك يعني الصوره تحكي ما نحن نحكي. اي والله. ايش السؤال؟ الحمد لله. بديش الفتره من صاب بعد؟ بس هي. بس؟ اي اي انت من قوتها بس هي. هسه افخاذها كل لحمه يجي طاير منهم. أفخادها. يعني ما بس براسوية؟ لا لا أفخادها هيجي الحماية طيرت منهم. وين وديتيها عالجتيها؟ والله الدكتور ياسر طاقة. الدكتور ياسر. لا من أول ما صابت. أي عنده من البداية عنده للنهاية عنده. آه تمام. أي أي هو يعرفها. لا على غير ولا عن بداله. عليا رحنا. أم أنس رجلك أي مواليد وش يشتغل؟ والله ما أعرف مواليد وش قد، بس هو كاسب، نوبة يشتغل نوبة ما يشتغل، ويجي يشتغل 5000 6000 على البيت.
ما اعرف اشتري غاز، ما اعرف اشتري شكر، ما اعرف تكرم حفاضات لهذا اخذ. يا 5000 ثابته؟ أيوة. لا والله ما ثابته. بيش يشتغل؟ بكل شغله يشتغل، كل ما تجي له شغله يشتغل، نوبه سايخ، نوبه بالكهرب، نوبه هيك. يا 5000 دينار ساعة؟ ايه. اي طفل من الارض ما اريد نجيب المسؤولين ما مسؤولين، يمكن 5000 ما تكفي. لا والله ما تكفي. فكيف عائله؟ عندكم كهرب، عندكم مصاريف اكل، مصاريف ريوم، مصاريف. هذا الولد صغير بالمدرسه؟ لا لا ما بالمدرسه. لا ما يحكي، لا ما يحكي. الايجار كل شهر تدفعي له، هم يبقى هم تتاخر؟ لا لا، نوبه اتاخر، نوبه انطيه قبل الوقت، نوبه شهر بشهره حسب ما يجينا. ولا ما جاء انصبره. تقومي تبيعين؟ ايه. زين اسئله اسالش، اشكم بعتي غراض على مود تاكلين او على مود توفرين؟ للايجار؟ ايه. نوبه الطحين نبيع. شوف ايش عندي الطحين، شوف ايش عندي ابيع عن طريق الايجار. بعتي الطحين مال شو؟ ايه. اكمل عن طريق الايجار. وبعد ايش كنت بعتي؟ هو بس اساسا ما عندي شيء تبيعي. لا والله كل شيء ما عندي، والله يا حرام. بس كله شريه. زين بيتكم قبل ما يعني تصير العمليات العسكريه وتحرير المدينه، بيتكم كان هيجي لو يعني بيع غراض بي؟ والله كان عندي غراض بس كله راح داعش. كله راح؟ اي كله راح. ام انس احكي لي يعني حياتكم شلونها؟ قبل؟ لا حاليا. هسه ما فرد مره ما اخش. فرد مره يعني. وقبل؟ قبل كان احسن. كنتم متراهين على ايجار؟ اي 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 كنا متراهين. هسه المولده؟ اي والله. المنطقه شلونها معاكم؟ لا زينه المنطقه، زينه زينه زينه. اي تحكي لي رجلك ايش كان يشتغل قبل؟ كان بالغاز مع اخوته. هسه ماكو. هسه يشتغل عامل نوبه بتاكسي. الحمد لله. طيب لو جاكم راتب مال رعاية أو كملت المعاملة مال هاي الحلوة؟ بلى. ما يمكن شوية ساعة حلوة؟ والله بس لو طلع راتبها كل شيء ما أريد والله. وين؟ يعني تخفف عليكم كثير؟ وين؟ أسا قبل ما أن أودعك أريد تقولي لي كلمة أخيرة، إيش تحتاجين؟ علاج هذه قنصر ما عندي، داق على هدومي، على البرميل، المنامات، الهدوم بالسلة القرية ولا إيش حالي؟ هذا طلبنا أخويا. الملابس تخليها هنا؟ إي بالسلة. والمنام على البرميل مال الطحين. وهذا مال الطحين؟ إي. علاج لهاي الطفلة من الخيرين. أو منظمات؟ المنظمات الخيرين، خلف الله عليك وعليهم. إلى هنا ننهي حلقتنا من برنامج قصة معاناة، اطلعناكم فيها على مدى ما يعانيه المحتاجين وذويهم، ونتمنى مدى يد العون لهم من قبل الجهات الحكومية والمقتدرين
والخيرين من أبناء الموصل. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. انتظرونا وقصة ثانية وألم آخر. إلى اللقاء.